هوا راوي وجنتها ناري وخانها مولاتي زهوا يا لي محالي محاوري عنك ما يخفى خدني في حلا وخد من هواها راوي وجنتها ناري وخانها مولاتي زهوا زهوى زين القاسم صبحا من شاك زهوى زين كواسم سحر العقول بهاك زهوى زين القاسم صبحا من شاك زهوى زين كواسم سحر العقول بهاك سمعيني
وحلمت البنات خير وسلام. القبيلة وخيامها النار شعلة فيهم كتكدي، وبالي العرب والهاشمي وموليموه، وانو ليا معاهم حتى شي قماقة. كانوا كيعذبوا في واحد العبد، وداك العبد مسكين حالته ولا حالة. اي والله يجعلو خير وسلام، وليا ملالة وحدها تكشف لك الاسرار. وكيقالوا زمان عيش نهار تسمع خبر. ايوا البنات خليونا من هاد الشي واجيو نفوجو شي شوية. عندكم الصح، يلا عالبنات نفوجو شوية وانا اللي غنشطح لكم عام. زوازين القاسم سبحان من شاك، زوازينك واسم تحر العقول بهاك. زوازين القاسم سبحان من شاك، زوازينك واسم تحر العقول بهاك. نورت القرارة تخلي الأيام والموت لغدارة. أشوف أنا هاشمي شوف والعلوي وين عرف الشيطة العلوي؟ واش باغي دير لنا شوها؟ العلوي واش قلت لي دير لنا الفوطة؟ غير قبيل دنيتو حنا قاسين راشقين وقلت طيروا لنا. نعرف الشيطة أنا العلوي عرفت؟ راني غدا ان شاء الله عارض كل واحد لك ساعه نتاع تستعان وقسعاني قدب الربح اكل العلوين الزربع. ايوا باش نساو شي كامل. انا راه نسى كل شيء الا فاش هي فيك انت قمقم الزر. وفاش والله ما نعقل عليك منين وفاش نيت زهوا. يلا سيدي ويا بدا ورينا حنا جديك. يا العلوي انا العلوي اش كاين؟ الله يرحم اللي زداونا ويطرح فيك البركه ان شاء الله، ويرحم اللي خلاو تمي بعد هاد السلسله. وقول لي نيت معاك اويلي راه طايب وانت كتنبشو. خليه ينبشني طول الليل ما شفت النوم وشفى عيني هاد ايام من بعد ما شفت لالا زهوى ضيني. تبارك الله على ست امين مدغري. العلوي انعنيت الشيطان انعنيت الشيطان انعن الشيطان على كل شيء نيت بالمحب المحبه نيت راه غادي نيت كي بغيتها ولا يموت. باين لي بلي العلوي طماع كبير وباغي يتعلق فين يتفلق. يخلي دارو العلوي. اش كاين تاني؟ اسمعني تا العلوي اللي باك به واللي ما باك لا تبه، ورفداني تغير منين خفات لا ترفداش منين تقالت. الله يخلي دارك لبس قدك نيتي واتي. هي ولا تكون شي حمق ولا تنساش الاصول كل شي بالسيف الا الزواج بالحب والموده والقبول. اي جد نيتك ميت السبت العلوي راه فرصه للقبيله غير دوك ودوك اللي واليش كيقول له رويسو. ايوا كيتمنى الطراب اللي كتمشي عليه زهوى. ايه وش لا ما جابوه هدا ولا لا زهوى ورفضاتهم. ايوا نت القلب وما يريد افيق من نعاسك الله يقلعك تريح. انا راني صاحي وعايق وفايق وحاطتني القاع الكل ما يجري في هاد القبيله. وانتم عارفين باللي احنا سكان هاد القبائل مع المعايشين، ويمكن رحلوا اليوم يمكن غدا ويمكن تمشي تهوى مطرح اخر وتعيامي مع الصراب والقاطي والقرعه والشراب. عرفتي تبتي انا نعمر النت. يا سبحان الله اش نجمع المنحوس ولا مفلس وقليل الرجاء تاني. اش كتقول هذاك طويل السر؟ ايه كيكلم الملائكة ديالو. على هذا عند بابا شي ملائكة هذا كيعرف غير الشياطين. أعوذ بالله.
الشيطان الرجيم. وشي شيطان زيغو وبغى يبان وبغاني نخلي ضربو. وضح العربي شنو زعما؟ اش باي وضح؟ اش باي وضح؟ باينه النت العمى يشوفها ما فهمتها شي. اي ولا ترى عليك النت الحاضر عينيك. بعد روم قالوها قلت شغل مصيبه. يا ويلي وفرقوا علينا هاد الشو وكل غازي يقبض بالله. وبارك انا تهبطوا النت في سير الدماء. واللي ما عندو لا شغل ولا بشغله هذا حاربي العداد. هاشمي ما يشدني حد خلوني عليهم. بابا العروة برد النت اما الله يتبرد. ها بغيت دير النزازة ايوا مع دار ما الله يرحمها ويطخ صعدة ما في الجنة كانت كتقولها لي. اش قالت لك امك؟ كتقول لي بلي انا من حزن نعرف اش تزادت الدمان بس سبعوا لي اسبع ايام وما يطبخ في القدرة ما بغيت نمشي ولد اللعابة. يلا رحلوا الدرتبو خليونا ناشطين. قبح الله سعيكم واشتت شماكم وانتفض غباكم. امشوا يلا. وعقل وليدي العلوي على الكلام ارسلتي يقولوها المسلوخة تعيب على المذبوحة. يا والمقردة عقلت له مزوني طنن. وراكم معروفين سمعت شي تخرشيش في ودني. الله علم لك القرى. القرى؟ ايه إذا قلت قرقورة قرقورة. واش مشي له خرج على المخ هاك كله؟ هاك جيتكم فهاد الشبنات العروان؟ ها وعد اللي دور؟ ايوا انا حنا ما فايقين شي بيه. داك الناد طالبو معلمو كيشمش ملاه في القبيله ويجيب ليه الخبيره الصغيره والكبيره. ياه على حنا مغندفاه. الا والله با علاش متنادو يضلي ينكس. حنا راه معاقين ودني ما فاقين الكل ما يجري في هاد القبيله. اويلي وعلى حالة فين وصلنا ياك حنا حباب. لكن كيقولوا الحباب من جاي يقتلك بادر باه ومحي عطارو في الحين. العرب كميت السبتي قرتيني بات السبتي وجم مني الكاس ونسى الهم والباس. قاسي اش غادي نقول لكم انا وكيلا غادي نمشي. اجي العرب اجي اش كاين؟ ايوا زارك قصر. ايوا شنو؟ كيف اسمع؟ بعد شوي. انا قاعد لا اشكي. انا ما عندي. شفتي وكمينه. ايها العلوي دابا اش بغيت دير؟ انا بغيت نمشي نرقد بحال. بغيت تمشي ترقد؟ ايوا. ايوا كاع نمشي ونرقدو. اشمي؟ نعم. اشي؟ دابا واش الشيطان دري؟ الا سير خيمتك. نمشي؟ يلا مولاي موح. نعم تعال تعال. نعم واش انت من حوش؟ ايه شك اش بغيت ندير بيها؟ دير فيها علوانة. دنيت فيها الماشين. دنيت فيها الماشين وحتى ريحتو شينا وما كيشربوا النت غير الجيني. وانا ما الله يرحمها ويطخ صعدة ما في الجنة وصادني نهار كنت داخل من البلاد للغرب ما نشرب الماشين ما نركب على بنت شكليط ما نكمي عكاز النسارة ما نشرب قهوة كحلات كحلي قلبي ومحيت انا زويين نحضي راسي لا يطيروا بيا العزبات. و...
أنا من الحزن إيوا نمشي ندرب قبال. يا لي ما حالي ما حوري عنك ما يخفى، خدي في حلا وخد من هواها روي وجنتها ناري وخلها مولاتي زهوى. سبحان الله العظيم، شكون يقول هاد الجمال كاين في هاد القبيلة؟ ولكن اش العقول؟ واش نصعب دقات قلبي ونوقع في المحظور؟ أو يلزم حدي ونجنب نفسي من حي الهوى؟ حقيت قال البنت زينة وباهية وفقت كل ريال، وانا غايتي شريفة. بنات معانا الغاشي من غير شك، ما تكون غير مسكر قبيل السواح. لازم ما نرجع نشوفها مهما طال الحال، وباش ننساها محال. لازم نرجع نشوفها مهما طال الحال، وباش ننساها محال. لازم نرجع مولين
ما وش راحة ولا كل يوم يجي جلب الواد من مرسخة يخطف المنظرة يشوف زوا وزوا ما هي شنا ناسو من بعدك سدوا عن قلبي رحيلهم ومع النجم سراو ولاني الفراقهم فعضايا متاوي وتمادى طولو في ساكني وحلف ما يدوى على يمحالي محاوري عنك ما يخفى خدي في حنا وخدي من هواها روي وجنتها ناري وخالها مولاتي زوا على يمحالي محاوري عنك ما يخفى خدي في حنا وخد من هواها روي وجنتها ناري وخالها مولاتي زوا على يمحالي محاوري عنك ما يخفى خد في حياة وخد من هواها روي وجنتها ناري وخالها مولاتي زوا على يمحالي محاوري عنك ما يخفى خد في حلا وخد من هواها روي وجنتها ناري وخالها مولاتي زوا Mm-hmm.
هنا وبقى هاي هاي بين قبائل الصحراء جوا. اصبغ جسمه بالسواد مخفي من راي ظنو عبد من ولادها تايه في أرض الله كيف تشي من هذا الواحد ديك مشاو هالمكان فين القبيله فين خيانها فين زهوه وفين ناسها. جيتك يرسم الباهيات سبتك خالي مهجور ناسك جابوني نزورهم. قل لي وين صاروا عطيني الخبر فينك يا زهوه فينك. انتي عنيتي وراحت روحي وراحتي نفديك بمالي والحياة. فينك يا تاج البنات؟ ألا يمتركوا القلب عني شردوا وغداو تركوني نجري مع الصراب في كل سهوي. قالوا ما أحسن وقت انتيه مع سهوى بجناجل ومقايس الذهب بالنغمات دواو ومدور وطرار شلحلي للخدام خاوي وسوالف حبرا جريشهم على القدام هوا. على المحالي محاوري عنك ما يخفى خدتي حلا وخد من هواها روي وجنتها ناري وخالها مولاتي زوا. ما لله الا هو الاحباب
أنا عبد قداوي خديم شغلك هنا. قدامش ترى أدوي لا والي لا تالي. إلا خدمت الخبز النانو وإلا جلست الجوع مصابي. مسكين كتشفي وكتقطع القلب. أدوي صافي صافي هاد خينا أنا غير غنتكلم فيه. اسمع أوليدي أنا غنجيك من التالي. أش كتعرف دير؟ كلشي أبحال. أش كل ما يصعب عليكم عليا سهال. وضح كلام. ما أنا إلا عبد قناوي لا لي على الباب تاع هروب. نعرف نصلح الرماد ونرفدو وين قداو. نسرح نسقي القرب ونوني ونساوي. نساوي؟ اش كتعرف تساوي؟ العود القنبري العجود. الله هذا كيساوي القراقب والطر. واش يا خور؟ عندك بزاف الخيار محزوم بلا خور. والماكله كتعرف تاكل؟ انتم مالين الخير. انا طمع في الله وجود الجواب. مزيان او تبرقي كتعرف تبرقل. نوقف عندان خوال فينا تخاو. شرطه الخيمه شدهم في شغلي قاوي. نحلب النياق المها ونسقيهم بالغوا ونركب الاطفال. هي وليتي لنا مدده. نركب الاطفال فوق بالزندي كنبكاو ونراري بيهم حات الملسوع الهاوي. يا سيدي محزو ما عند حد ما يقول فيه. الله اسمع مولاي عرفنا شكون حنا. اجمع الوقفه وضرب الطم ونفض هلاهلك وما تزيد حتى كلمه. يلا تحرك. ساولدي حبس حبس بلاتي بلاتي اسمع الحرطاني اللي ولدك لا هتغد فيها مما. انا راه عندي الحساسيه من العبيد وعندك حساب داك الحقوق ديال الانس والجن راه غير ستقطي. والله ياك حل فردات واش تمشي تشبع خبز ويفوح سنانك. والله لا تفرخت معاك. سمعتيني؟ اجي بعدا. سميتك؟ القناوي. القناوي القناوي ومقطوع من الشجرة لا والي لا تالي مرة. انا بالي الليل كقامي وضري نديرو فيه الخير ويعيش معانا. ومن نحتاج عوين. اسيد حالو بحال العبيد اللي عندو شي تمارا يصير له عوين. ايه يقدي ويدق وتاد الخيار. اسيدي ويحطب ويشرح لنا النياق ويحلبها قبل الفياق. ايوا دابا شنو هو المعنى؟ ايوا سيدي راه المجمع د القبيله هو اللي غيفتي فيه. جمع القبيله وتفتي فيه واللي من حطو يصير له خطيب. معقول عندك الحق بوحمد. يلاه جمع الناس القبيله وما اللي نضروا لنا في عمره. وبحقيقه خاصها تجمع القبيله وشوفوا هاد القضيه ديالو. ادوي اتكلم معاك بحال الفرده. هاكي هضر. واش كتشوف هادشي اللي كنشوف انا ولا؟ اش الشيء؟ ها؟ هو اللي شرى هاد القبيله ولد عمك هزارة. إلا ما قدك بابا يزيدوك نعيلات. شكون عطاكم الحق تدخلوا هاد العبد لوسط القبيله؟ وقالولها ما نعادش. شكون؟ هاد خياتنا هما صحاب هاد الهمزة. هاكيني هاكا هو هاد العبد دابا يخوننا. وانت هذاك العبد ما كتسمعش الزازا اللي داير لنا اللي بعد علينا. الله يعطيك الوابع. اسيادنا وانهلو الشيطان. هادشي اللي كديرو راه حرام. لا تدبر في عينيك وداير زعما راسك مسكينة. وما خرجتش واد العبد مننا يا حتلنا. سياد اش قدرك الله ما يدير يا حتلنا. شغلت سياد الله ربي. لا تعيش شكرا 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 شكرا
هو مولاي علي بغيت تقول كما هو هذا صافي صافي ما عندك ما تقول راني سمعت كلشي قانون القبيله كيمنع الاحرار ما يدخلوا ايوا من بعد ابو لعلي هذا راه غير ابو لعلي الله يرحم الباب تنيت غير عبي حتى مولاي جبنت غير وجهك حال القدره وشواربوك الدكه امولاي امولاي اللي جا لدارك جا لعارك ولكن امولاي علي العب جايز يدخل الا كلينا في صلاح بركه بركه وفرقوا علينا الجوخ يلا كلنا نمشي لغرض يلا امولاي راني بغيت نقول كما ما تقول ولا نقول غادي تخوي هاد الساحه وتنحل يلا وما نبغيش نعاود نشوف وجهه ثانيه يلا تعرف حاضر قلت لك غيب عليا وجهك السلام عليكم اتق الله اتق الله اتق الله يا عبد الله دي مولاي علي مولاي علي انا حمد فين مشى مولاي علي ها فين مشى مولاي علي محمد آه. حتى انت مالك يا الله يجعل التالي خير يا ايوا سير سير الخيط سير سير الخيط لا حول ولا قوه الا بالله سير ابو حماد سير سيره حمادي حماد حمادي أبينكم ثم فينكم أبينكم هيا فينكم سبحان الله يا تيه يحلم اقول لي فاش راك تخمم وفاش كتشوفني يلا وليدي يلا يلا تعرف راسك فين غادي تصاد تقعد اسمع الكلام ما كترهب يلا تحرك احمي عليك اخي الطبيعه اورع الحدود ولا نكرم بوك النيت بهاد العمود يلا تحرك محالي محاولي عنك ما يخاف قد في حالي
قد من هواها روي وجمتها ناري وخالها مولاتي زهوى علي محالي محاوري عنك ما يخفى خدي في حلا وخد من هواها روي وجمتها ناري وخالها مولاتي زهوى وفي سنيناتو باكي صغير ويتكلم
ماشي بعدنا ولا نرضاوها قبيلنا لا ايوا باش معمول عيطو نعم راس الديطور اش انا هاد العمود يطلع لي في راسي سكتنا باغي يطيح علينا البق سكتنا وشنو واش باغي تخرج علينا حلت به دهوي طحت انا مصروع مايلي عن حالي قوى على يم حالي محاوري عنك ما يخفى خدي في حلا وخد من هواها روي وجنتها ناري وخالها اتوخر على عيالك الا عندها شي خيمه تمشي لها يلا
سير وانت داك حل الدرقوم الا عندك شي تصبير ولا شي تشفر سير الى انا غادة يا وجه الحبس سير الى لعندك سوا هذا شغل الرجال يلا الا عندك شي خيمة سير الى هاتشي اللي بتاع افايتكم الرجال اعطوني الله والصواد لعب ردار سيدو وريه الرجال وريه الرجال وريه الرجال باغي تشوف الرجال ها الرجال ها الرجال ها الرجال ها لا باينين الرجال فمن جالعود فمن جالعود فمولاي علي مولاي علي بالربح مولاي علي ململ اش كتسنى وين يلا هزوا الصلور الخيمه واخا هي اللي ما تعاود ارفقوا بحالو ها ارفقوا بيه قربني سيدي لعندو القلب عند غيرو لا حد يفدي جاب القلب الزانه توجدو كذبوا عليه شمتوه داو عادي قالوا هاد العبد وعدو ضروا قريب يتصرف دون مدي علي محالي محاوري عنك ما يخفى خدي في حلا وخد من هواها روي وجنتها ناري وخلها مولاتي زهوى Oh, my God.
ديال دناوي لاباس عليك لاباس فاش ما بيك ويزور الضيم عليك لاباس عليك وسامحوني نقول لكم يا حماد اش دار لي ايوا سيدي البنوك اللي ساكنينو تقول خاوي يا الله يدير تساوي الحال بناوي وين بناوي ايوا شنو زعما تبارك من الفتاش مرضى هاد البناوي مغشاش امحام سكين واش يبرع سيادنا خاصهم الذبيحة بقرة وي كان سبب الدرة واضح في المدرة ايوا خلاص جيبوا له شي فقيه يكون واحد ينقيه ولا شي شواب في الكتف وما قالوا اختصاصي في الطلعة انا دايا بصيح وعلاش منه قريب وهادشي مكسب في القضاء وما نحتاج طبيب يحسابو مسكين واش بالحق عليه دواء جاب مخور الناد والقماري جاب الجوي طلعوا ليه ملوكهم نطقوا ليه بالغوا قالوا دبح عليه لا غنى ضرارو يبرا جيبوا له شي بربري في الفراسة في اللوي ينضار المدرة لبيتا في السمرة غدواها يا لايم حالي محاوري عنك ما يخفى خدي في حلا وخد من هواها روي وجنتها ناري وخالها مولاتي زهوى يا لايم حالي محاوري عنك ما يخفى خدي في حلا وخد من هواها روي وجنتها ناري وخالها مولاتي زهوى عطيتكم احنا عمال واش يبو القناوان تقنقولها ديما واخا غتكلم انت هذاك بحال السيفه اها هو سير اصاحبي زيد هذاك الشيء طيب زينه زينه اجلس السلام عليكم يا قبيله وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا مولاي مسعود مرحبا الله يرحم فيك الخير نعم دير هذا وصلتنا البركه تفضل عوضوا عوضوا لا نور لا اله الا الله الله يرحم ضعفنا امر راقب نواح على بناوي ايوا الحال يكفيك على السؤال هل وجودكم هاني شفيت ولا سقام بيا يا ربي من عند القبيلة الدعاء ومن عندك يا سيدي القبول يا ربي انظر من حاله يا كريم يا الله يا الله عيت الدواء عيت الطلبان يا مولد دواء داوينا بدواء داوي علينا بعد
الله يدير من الحال. الله يدير من حاله. الله يدير من حاله. الله يدير من حاله. ان شاء الله. الله يدير من حاله. ان شاء الله. كيف صوت؟ القبيلة كلها كتدعي لك بالشفاء وراحة الابدان. وعليك تدخلوا بالهنا وكمال المرغوب. وجودكم مرهون بينا. عمي مولاي عليك. أنا بتجاهل. أنا أبويا جينا عندك اليوم باش تحكي لنا كيفاش شمت هذيك القرعة وشكون هما الناس اللي وافقوا عليها. اسمعها بنتي هذيك، القبيلة كلها كانت مجموعة وخدام المجلس من كوني هاد العبد، لكن شهدوا عليا باللي ما عندي حق فيه ولا أنا سيلو. أنا لازهوة، أنا بيكم بخير وفي غاية الرضا والسعادة. سمعوا لي يا ناسي ولاد، هاد العبد نتاع والدي ملوك حراو. شهودي شعري وحجبي واللي هم دوار، خدي واجبني وغرتي والهد بشراوي، غنجوري وشفايفي والريق عصير حلوى. يا لايم محالي محاوري عندك ما يخفى، خدي في حلا وخد من هواها راوي، وجوزها ناري وخالها مولاتي زوا. ناويلينا وغنحوزوه بمواجب الشرع وصح الفتوى، ومن قال كلام غير هذا مرجوع عليه. هذا هو الصواب وكلام العقال، ما بقى ما يتقال. وعمي مولاي علي الباب يفهم صحة المقال. مالي خضرة، مالي خضرة يا الغالية، ونقولها بالشهار، هذا عيني دمار والحاضر يبلغ الغايب باللي يوم الجمعة موعدنا. سمعوا انتوما، راه راحت هاد القناوي صبحات أمانة في عنقنا. واش هاد الجمعة؟ واش هاد الفتنة؟ عاوتاني انت هادشي كله على دين والحرام ما دركوش هاد القيمة. أدوي ولي مني انتي سبب الفتنة في هاد القبيلة، أنانية وجهلة ما تعرفي صلاح فيك. ياك ما قلبك عشق هاد العبد ولا قدرتيش تصبري على فراقو وسمحتي فيا انا، وانا زين شباب هاد القبيله. وبناتها كيتمنوا مني غير ندرى مني ليهم. ومنين ادوي هو القبيله راه بدا كايشي بالكلام ومضاو هلو وتفرقوا. والعلوي ها وين على الشيطان يا فلان، وبدل ساعات الغيار في الحين لا تمانا. هادي زهوة تريد القبيلة عرسنا الغالي. العرف العرف ارجو عليا، لا قوة الا بالله، قاعد تغلب الناس كاملة ولا زدنت اخي زدنت ما تتشكي. والعلوي زدنت سيروا لنضربك هانتوما القبيلة، هانتوما القبيلة كتشوفو ترابيل بخاص، لا عقل لا منطق صافي. شبيه الكلب النباح ينبح حتى يبحح ولا يصيب الراحة. داك الضامر الكفاح صاد فيها الجهلة نفخة والغل مسخة. هذاك بنتي خصو دق لدماغو بالكلخة،
خليوه للزمان، هو اللي غادي يسقيه مراته. والشافي هو الله مول عمر والتيسير. وانت يا القناوي خذ راحة بال، وساعة الفرج قريبة إن شاء الله، ولا تحسب تعذابك خافي، وكل حاجة سبب، ولا تحسبني ناعسة وتعذابك ما حاسة. صار القلب على خور.
الحج غتمشي تسخري ليا. صافي هي اللي ما تعاودش على الله زهوة. ايوا ردي بالك كنتي مروحة. ايوا سيري على الله زهوة يا زين البنات، الله يحفظك ويخلك ليا. احسنت وحدك ويخليك ليا يا الفعل قطيطة يا الحياب سبعة الريوس. ربيتكم انتي وزهوة مزقت لي العماق. هاد الليلة ليلتك يا عرق البنات. العادة وعباد الله وعتق الروح. هادي عتق الروح هاد الليلة مسخي معاك. سير بحالك العروي ولعن الشيطان يا ولد العروية يا ولد الحرام يا عرق الرسال. أنا عرقت الرجال زيد كمل. عندك الضر بالله غادي نستسلم لك يا ولد الصايبة. ولد الصايبة؟ أنا ولد الصايبة يا الخايبة يا العايبة. والعادة وعباد الله وعاد قرة. اليوم في معبوك اليوم نهنيك من القبيلة ومن عمالك الشينة. شوفي شوفي. خذ لقح أتلقى الطعنة مع سيادة الشراب. اختفوا قتلتيني يا خاينة قتلتيني يا العدوة. باي باي الحشرات. Mm-hmm.
عينكم باللي درنا القرعة. صبروا بعدا يجي القناوي. أفعينكم؟ أفعينكم هذا القنصة؟ يا جيبوا القناوي. ما تكلم هذاك بحال السيفة. هو بحال السيفة. هذيك ما كتبش. زيد بلا زيد من نهار وصولك لهاد القبيلة وحنا بنصايبك حنا الله حدو السلامة. كيف؟ كيف قلت يا ناس قبيلة السواحل فعلمكم باللي درنا القرعة وبها صبح ليا هاد العبد الملوك لكن مع الزد زهوة جعلتني نتخلانها عليه وشهدوا عليا واشهدوا الله باللي القناوي صبح حر وماشي عبد الحراوي. الله يجازيك بخير عمي مولاي علي. وانت يا القناوي سمعوا لي يا ناسي ولامتي، هذا العبد متاع والدي ملوك حراوي وغنحوزو بمواجب الشرع وصح الفتوى. الله يجازيكم يا هاد الناس الطيبين يا سكان قبيلة السواحل، كرمتوني وضايفتوني وحبيتوني وما عرفتونيش من كون ولا سبب قدومي عندكم، وجات الساعة باش عرف أنا ماشي عبد. ويلي ويلي ماشي عبد ومن تكون أشهد شكت شهد تكون أولي. من يوم ما شفت اللازه هو على جبل الوالي صدعت قلبي وصرت مرابط عليك. أنا ما بيا لا صعب ولا رياح ولا شمهاروش ولا عشاء، أنا حر من الحرام. أنا أمير قبيل السواب. أمير قبيل السواب ماما يا ابن ابي ورسبك الله عند الزواج.
من ولفو مرادو وطفاش مرو من بعدو وقدو وغنم بلونصار الرايق تغرادو وترك الواشي فنكدو وكذلك الشاد وناس الغدر صحابو زيت قدو وحدو مصاد مشرق من وقت قدي لحصوب أنا مبندو والقاجبين والفي من قبل قدي أشدو يا ريال شهدو أنا قدمت لكم فرقة محترف فاس لفنون العرض بمدينة فاس وجمعية الحاج أحمد الغرابري هذا العمل المسرحي تحت عنوان القناوي. قام بدور العروي الفنان المقتدر خمار المريني. زهوة الفنانة المقتدرة هند ضافر. الفنان المقتدر عبد الله مفيد في دور ملاعني. الفنان المقتدر في دور حمادي محمد المريني. المنشد والمبدع والمسرحي حسان العلوي تصفيقات لي. الهاشمي للفنان المسرحي المقتدر فريد بوزيلي. قيدوم الحركة المسرحية بمدينة فاس وشيخ المسرح الفنان إدريس الفيلالي في دور ملهم سعود. مولاي نوح الفنان أنبار كمير. رجل رقم واحد الفنان عبد اللطيف العسري. المجذوب الذي أخذ شخصية المجذوب فؤاد أحمد شي. التمتام رجل جوج عثمان البيدي. دور الشاد محمد الجعفري. عيطون رقم واحد عيطون نبيل محمد الشرادي. عيطون رقم جوج عبد العالي الولاقي.
المنشدة الشابة عفاف بيوض. وكذلك المنشدة ندى الزياني. عيشة الممثلة المبتدئة لبنى مفكر. وفي دور مريم مرسي، مريم مرسي. إيمان الفتاة جوج، الإيمان إيمان رميقي. وكذلك الرجل ثلاثة عبد المجيد البلوري. وكذلك المحافظة العامة، المحافظة العامة لسعاد الوالي وعصام التومي. مشكور عزيز. في دور القناوي، في دور القناوي مشكور عزيز. تأليف هذا العمل المسرحي الجميل الذي ربط بين المسرح وفن الملحون المبدع الفنان المقتدر ابن هذه المدينة الأصيلة شرفاء العالميين السي محمد العالمي. أخرج هذا العمل لدورته الثانية في المسرحية التي قام بها المخرج الشاب المقتدر حميد الرضواني. شكر خاص إلى الأستاذ والفنان اللي كان مكلف بالعلاقات العامة والتنسيق الفنان المقتدر عبد العالي المعاشي. أما المناظر والسينوغرافية اللي كنشاهدوها فهي الفنان والقيدون المسرحي المغربي الفنان الأستاذ محمد الريحاني. أما في دور مولاي علي عبد الله مفيد، بالنسبة لواحد المحافظة والتقنيات اللي توفيق من المعلم فليتفضل. سعاد روان في المحافظة وعصام كذلك وأبو حليم فيجي معنا حتى هو أحمد أبو حليم وبعض الإخوان خصنا نشكرهم اللي ساعدونا بعض الملابس وبعض الأكسسوارات. الفنانة المقتدرة فوزية العلوي شكر خاص. يوسف الهقاش شكر خاص وتحية خاصة إلى اللجنة الموقرة اللي واكبت معنا هذا العمل من الاول ديالو حتى التالي. وكلمه للاستاذ والفنان الاستاذ المؤلف ديال هذا العمل اللي شفتوه هو الاستاذ العالمي فكلمه خاصه لهذا الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد كوني اعيش هذه التجربه لثاني مره والحمد لله تعالى كما شاهدتم وكما لاحظتم لقد يعني باءت بكل نجاح وهذا رجع لهذه المجموعة الشابة التي أخذت على عاتقها مسؤولية هذا العمل وأنا كوني ألفت
ولكن هناك الإخراج الذي يتطلب العديد من يعني من المجهودات، وكذلك التمثيل الذي تطلب منا شهر من الزمان. وكما لا يفوتني أيضا أن أشكر اللجنة التنظيمية التي كانت وراء هذا العمل بتشجيعها وب يعني إتاحة الفرص وبتمهيدها لنا جميع السبل حتى تمكننا أن نقدم هذا العقد في هذا الوجه يعني الذي شاهدتم عليه شاهدتموه عليه. أنا ممنون لكم جميعا بحضوركم هذا الحفل المسرحي، وبحول الله تعالى لنا لقاءات إن شاء الله تعالى، وشكرا للجميع.